بونجور، تاسع منهاج الحديث. أنا بباج 76 صفحة 76 إنتي كاتخ الوحدة الرابعة. عم نعمل مراجعة للكتاب كله، وصلنا على التعبير الشفهي الوحدة الرابعة، وقلنا إنه التعبير الشفهي بفيدني بإني أتعرف على كلمات جديدة وأتعلم كيف بتصير الجمل وتتركب الجمل وكيف برتب الحوار. ودرسنا كامل الوحدة الرابعة، بنحكي على point com، على الاتصال بالإنترنت ووسائل التكنولوجيا الحديثة. هم ما في شيء تدريب، بدهم يعني أربط معلومات اللي موجودة بالآ، عندي أفعال العمل يعني الأكسيون، وعندي هون كل النو الأسماء، بدنا نربط كل فعل شو الاستخدامات اللي ممكن يعملها. طبعاً ماني رح وقف كتير عنده، بس رح أشرح الكلمات لأنه كل واحد بيكون فيه له عدة أعمال ممكن يقوم فيها. أنفويه أرسله، طبعا ممكن يرسل معلومات، ممكن SMS، ممكن يرسل إيموتيكون اللي هي إيموجي، ممكن أي شيء أرسله. نافيكي تصفحة، طبعا تصفح الإنترنت، تصفح بالسيت ويب الصفحات الإنترنت، تصفح معلومات، ممكن كل شيء. كخي أنشأ، ممكن أنشأ بلوج اللي هي صفحة شخصية. شاتي أو تشاتي اللي هي تحادثة. تلشغجي حملة، حمل صور، حمل أفلام. شخشي بحث على صفحات الويب مثلا. كونكتي اتصل، اتصل بالإنترنت، اتصل بالمواقع، اتصل بالواتساب. ببليه نشرة، هذه هي الفيرب. أما إنه فهنن انفورماسيون معلومات، نشر معلومات، أرسل معلومات. SMS رسالة، رسائل نصية قصيرة كمان بتصير. envoyer chercher créer سيت ويب، مواقع الانترنت اللي هي طبعا كونكتي اتصل. ونافيغي كمان. بلوك هي الصفحة الشخصية، صفحتنا على الفيس اللي هي اسمها بلوك. ايموتيكون هي الايموجي الوجوه طبعا اللي مستخدمه بكل شيء بالتكنولوجيا تنعبر عن انفعالاتنا. الفورم هي المنتدى اللي على مواقع الانترنت نتحدث فيه مع اصدقائنا. النت هي الشبكة بحد ذاتها، سيت ويب شبكة الانترنت. ميل ارسل ايميل، انشأ ايميل، تلشغج حمل، شخشي بحث عن الميل. فوتو اي فيديو طبعا هذه تحميل صور ورسالة وتسجيلات مرئية. والواتساب كمان للمحادثة، للنشر فيه، للحوارات والاتصالات. يعني بنحط هون على كيفنا كل واحد كل فعل بيحتمل أكثر منه. وننتقل لباج 77 صفحة 77. كومبليت لي فراز، انا كملتهم فورا عشان ما ضيع الوقت. اكمل الجمل التاليه مستخدما من الافعال والكلمات السابقه، وضيف تنتين من عندك. انا كمان ضفتهم. جوتيليز مون سواد، الجمل بفيدوني احفظهم اذا حبيت اعمل موضوع او حتى افهم النص اللي راح يجيني. جوتيليز مون سمارت فون، بستخدم الهاتف الذكي بوغ شاتي لحتى اتحاور مع اصدقائي. سوغ انترنت على الانترنت، ونوفوا نرسل دي ميل، ايميلات، دي فيديو وتسجيلات مرئيه او دي فوتو. بوشاتي افيك مي زامي لحتى اتحاور مع اصدقائي. جو كونكت موجوده، جو كونكت بتصل. سوغ انترنت على الانترنت، هدول الجمل من عندي. جانفوا دي اس ام اس، ببعث رسائل نصيه قصيره امي زامي لاصدقائي. غراس امو سمارت فون، بفضل الهاتف الجوال الذكي. جوتيليز بستخدم مون سمارت فون الهاتفي بوغ شيرشي دي انفورماسيون، لادور عن معلومات. سوغ انترنت على الانترنت، هدول الجمل للي بريد يهتم فيهم بالنسبه للموضوع. هلا تويي انت بوغ لو سمارت فون، انت مع السمارت فون مع الهاتف الذكي. الوغ كو تون امي اي كونتر، بس صديقك هو ضد هالفكره. دوني فوز افي، اعطي رايك. ان سيتون او موان، بذكر على الاقل. ان افونتاج فائده للسمارت فون، و ان ديفو او عيب لهالجهاز. جوي لو رول يعني جو دو رول، مثل انا ورفيقي بقول له ريغارد مون نوفو سمارت فون، شوف جهازي الجديد.
كومون هون كفايت لانه في صورة. كومون تي لو تروف؟ كيف شايفه؟ طلع لي على سمارت فون. كيف شايف هاتفي؟ بيقول لي جو نيم با لي سمارت فون، انا ما بحب الهواتف النقالي. il perd le temps، بضيعوا الوقت. هذا عطاني هلا ديفو، بضيعوا الوقت. انويز على سانتي، وبضر بالصحة. هي عيب وهي عيب. اذا الهواتف بتضيع الوقت وبتضر بالصحة. هلا انا بدي اقنعه، بدي اقول له نو مون امي، لا يا صديقي، لي سمارت فون، الهواتف سون تري يوتيل، كثير مفيدات. سور لور ايكران، على شاشتهم، فو بوفي ريغاردي دي فيلم، تقدر تشوف افلام. عطيت افونتاج، ايكوتي دو لا ميوزيك، وتسمع موسيقى. غراس او سمارت فون، تقدر بفضل السمارت فون اون شاب نتحاكى افيك لي زامي، مع الاصدقاء. جي تو كونساي، بنصحك d'acheter un، انك تشتري واحد. بو بيقول لي داكور، وصديقي كثير حبابه وبسمع كلامي، فورا رح يشتري، بس بده حقه. اذا اعطينا شغلتين ديفو، اعطينا ثلاثه افونتاج مزايا. العيوب كانت لي سمارت فون بير دو لو تان، بتضيع الوقت. نويغ على سانتي، او نويز بالجمع على سانتي، تضر بالصحه. اما الفوائد فهي ريغاردي دي فيلم، شوف افلام. Écouter de la musique, نسمع موسيقى، وشاتي افيك لي زامي، نتحاور مع الاصدقاء. اما مفرداتي هدول هنن، خلينا نقراهم. فيرب، افعال، انفوي، ارسل، نافيكي، تصفح، ستوكي، خزن، شاتي، تحاور، شخفي، كمان تصفح. هاي مثل هاي، نفس المعنى. وشاتي، شيرشي، بحث، بوستي، نشرة، مثل بوبليي، تنتينة النشرة، تيليشارجي، حملة، كونكتي، اتصلة. النو، أسماء دي زابليكاسيون، تطبيقات، دي زانفورماسيون، معلومات، دي كونتاكت، اتصالات، اون تابلت، التابلت، ان بي سي، هو الكمبيوتر المحمول، يعني الكمبيوتر المحمول، ان اكران تاكتيل، الشاشه اللمسيه، ان تليفون انتليجون، الهاتف الذكي، سمارت فون. يعني هي نفس، هي نفس المعنى. ان كلافيي، هي لوحه الكيبورد اللي مكتوب عليها. ان اورديناتور، هو الحاسوب الكمبيوتر. ان باتري، بطاريه، فيسبوك، ماسنجر، جوجل بلاي ستور، متجر المخزن تبع جوجل، لويب الشبكه، بلوتوث، البلوتوث يعني تطبيقات انستغرام والواتساب، انبوكس باي جيميل، والرسائل عبر الجيميل. هي باج 60، سيس، وصلنا على استيعاب الكتاب. وكانت معكم مدام مابتلكم، اغفوار على بخشين فور.